فعلا انه بالنسبه لي كان امسيه غنيه. انا متابع موضوع الازواج من فتره مو طويله، يعني في فتره معقوله. الامسيه فتحت ابواب لاسئله، بالنسبه لي اسئله مهمه، منها انه علاقه جبهه تحرير الازواج بالاسلاميين بالاحداث اللي حصلت. الى الان انا عندي تساؤل انه كيف ما استثمرت كل ما حصل جبهه الازواج على الاقل توصل لمستوى تجربه مثل اكراد سوريا، مثل التجربه اللي انا جاي منها. يعني سؤال ثاني، اين وصلت قضيه الاكراد الان في سوريا؟ الاكراد يعني المواجهه بينهم وبين النظام بالدرجه الاولى من تاسيس الدوله السوريه وكل الانظمه المتعاقبه على سوريا، ومن جهه ثانيه الاسلاميين اللي صعدوا في الفتره الاخيره. طبعا كل ما له علاقه بالثقافه العربيه بالمعنى العروبي الاسلامي ينفي المختلف معها على النقيض معها. فالاكراد في سوريا قدروا ياخذوا مكاسب بانه اولا واجهوا النظام بانه ما استخدموا سلاح في مواجهه النظام بمظاهرات سلميه بمطالب على الارض بعدم الانجرار وراء مشاريع اقليميه لها مصالح بعيده عن مصالح السوريين، قدروا انه يحيدوا النظام عن مواجهتهم. وقدروا ينظموا صفوفهم ما يدخلوا في اي محور. اسسوا جيش، قوات حمايه الشعب، اسسوا مجلس شعب بانتخابات لاول مره تجري في منطقتنا، مجلس شعب غرب كردستان. اسسوا برلمان، اسسوا حكومه، وقدروا يواجهوا الاسلاميين هجمات داعش والنصره على المناطق الكرديه، قدروا يتصدوا لها. والجيش الكردي الان يعني بامكانيات ذاتيه قدر ياسس شيء او حمايه للمدنيين الاكراد. واظن المستقبل الكردي في سوريا لا يقل اهميه عن مستقبل اكراد العراق. بالنسبه للحلم الكردي في منطقه الشرق الاوسط، هل يمكن تحقيق حلم دوله كردستان الكبرى في ظل المشاكل التي يعاني منها الشرق الاوسط حاليا؟ يعني الحلم الكردي يعني بظروف اصعب بقي صامد ومستمر. بالتاكيد الحلم الكردي راح يبقى، وما في حلم بيموت، وما دام في ساعين وراه وما دام في ناس صادقين مع الحلم هذا فراح يكتمل المشوار اكيد. يعني بتاسيس حلم كردستان الكبرى يعني الان هو اكثر واقعيه من اي زمن مضى. الكثير يتحدث عن تشابه بين معاناة الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا ومعاناة الشعب الكردي في منطقة الشرق الأوسط، هل يمكن أن نتحدث عن تشابه بين هذين الشعبين؟ أنا اشتغلت على مش بس تشابه في المعاناة، تشابه في ثقافي، تشابه تاريخي. افترضت أنه هما أبناء نفس المنطقة، يعني ليست صدفة أنه النوميديين أجداد الأمازيغ والميديين أجداد الأكراد. والألوان العلم الأمازيغي ليست صدفة أنه في ألوانه يتشابه. أنا أول مرة رحت على بلاد الأمازيغ، رحت الجزائر، تفاجأت كنت لما أشوف النساء الكبار في العمر كأني كنت بشوف أمي، نفس الأزياء، الموسيقى يعني نفس الرتم. كنت أقول لها الموسيقى الكردية كيف وصلت للجزائر؟ فاشتغلت عليها، وتقريبا مشروع كتاب نشرت أجزاء كبيرة منه في جرائد أمازيغية وجرائد عربية، كمان نشرت الأكراد والأمازيغ علاقة قربة موحدة مصير. هاي علمنا الكردي، والشبه بينه وبين العلم الأمازيغي في الألوان، في شكل الجمجمة، حتى شكل الجمجمة الكردية والأمازيغية هي نفسها. يعني العادات والتقاليد، الموسيقى،
الكل يؤدي انه في شيء مشترك غير انه الاستعمار العروبي اللي استعمرنا باسم الاسلام او الاستعمار العروبي الاسلامي. يعني انا ما بفرق بينهم. سيد وليد خليفه، كلمه اخيره لقراء امازيغ تايم ومشاهديه. اشكركم جدا، واتمنى انه يكون في اكثر من هذا اللقاءات العابره اللي بتحصل بيننا، لانه حقيقه في ما يجمعنا اكثر ما يفرقنا بملايين المرات. شكرا لكم. شكرا لك.